اتفضلوا استريحوا، اتفضلوا استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد دينيس بيشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بفخامتكم والوفد المرافق لكم في أول زيارة لمصر على هذا المستوى الرفيع من دولة البوسنة والهرسك منذ أكثر من 14 عاماً. وأؤكد ثقتي في أن هذه الزيارة ستسهم في إثراء علاقاتنا الثنائية وستدفع بها نحو آفاق جديدة لتحقيق ما يزبو إليه شعب بلدينا الصديقين. السيدات والسادة، لقد كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، حيث تحملت مسؤوليتها كدولة راعية للسلام في العالم من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك. وأود في هذا الصدد أن أؤكد موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك واستعدادنا للتعاون مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها. كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخراً على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، متمنين التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد. السيدات والسادة، لقد أجريت مع فخامة الرئيس اليوم مباحثات مهمة عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين. كما شهدت المباحثات استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أكدنا الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها، بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن ترحيبنا بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة، وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين. وقد عكست مداولاتنا أيضاً تقارب وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على ضرورة بذل كافة المساعي نحو تهدئة التوتر الإقليمي وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن أهمية تكاتف الجهود الدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لمناطق القطاع كافة، مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية. على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. السيدات والسادة، ختاماً أود أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس على توجيه دعوة لي لزيارة دولة البوسنة والهرسك الصديقة، وأعرب عن تطلعي إلى تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة لمواصلة العمل على ترفيع العلاقات بين البلدين. كما أجدد ترحيبي بفخامة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في مصر، متمنياً أن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في سبيل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين بلدينا الصديقين، بما يثري العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع شعبي البلدين. فخامة الرئيس، شكراً جزيلاً، واسمحوا لي أن أدعو فخامتكم لإلقاء كلماتكم، فلتتفضل. فخامة الرئيس، رئيس جمهورية مصر العربية، اسمحوا لي أن أعرب في بداية كلمة هذه عن بالغ وخالص الشكر والتقدير لكم شخصيا وللشعب المصري الصديق على كل ما قدمتموه حتى الآن للبوسنة والهرسك من مساعدات. في السنة الماضية احتفلنا بالسنوية 30 منذ إقامة علاقات
دبلوماسية كاملة بين مصر والبوسنة والهرسك، لكن بالطبع العلاقات بين البلدين وشعبين أطول من ذلك وتمتد لتاريخ طويل. هذا حديث آخر. ثانيا لنا حيث ولقاء أول حيث أننا تحدثنا في شهر نوفمبر من السنة الماضية واتفقنا على كثير من المسائل في حديثنا. إن البوسنة والهرسك تقليديا لها علاقات طيبة وصديقة مع جمهورية مصر العربية، وأتمنى أن أفضل أيام للتعاون بين بلدينا هي التي تأتي مستقبلا في الأيام القادمة. إن الصداقة بين شعبينا وبين بلدينا أثبتت في الكثير من الأحيان في التاريخ. إن دعم مصر للبوسنة والهرسك استمر حتى بعد الحرب، بعد اتفاقية دايتون للسلام. فأريد أن أقول بكل وضوح هنا اليوم في القاهرة أن البوسنة والهرسك تدعم بشكل كامل وحدة أراضي وسيادة واستقرار واستقلالية لجمهورية مصر العربية، إذ نحن نكن كل احترام لمصر باعتبارها زعيمة العالم العربي وأفريقيا ودولة مهمة جدا في الشرق الأوسط وحول البحر المتوسط. فأثناء زيارتي هذه أخبرت فخامته بأننا نرغب في استضافتكم يا فخامة الرئيس في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو. أعتقد أن المستويات العالية وخاصة بعد توقف أو ركود في العلاقات هي التي من شأنها أن تقوي العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات بين بلدينا. فنحن على ثقة كاملة بأن ونتطلع إلى أن تكون فخامتكم أول رئيس مصري نزور في القرن 21 بلدنا البوسنة والهرسك. وأثناء حديثنا إلى فخامتكم أعربنا عن استعدادنا الكامل للتعاون في كثير من المجالات بما فيها مجال الدفاع، لأن صناعة الإنتاج الحربي أو التصنيع العسكري في بلدنا متطور ونحن على استعداد للتعاون في هذا المجال، كما أننا نرغب في توسيع وتوطيد العلاقات في المجال التعاون الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. نحن موقعنا الجغرافي الاستراتيجي متميز جدا، لأن حدود البوسنة والهرسك تمتد لأكثر من 1000 كيلومتر مع الاتحاد الأوروبي، فهذه فرصة لمصر. وكما أننا نحن نرى أيضا فرصة في حال تحقيق التعاون الاقتصادي مع البوسنة والهرسك أنها ستتاح الفرصة لرجال الأعمال من البوسنة والهرسك في السوق المصرية. فهناك خطوات إيجابية كثيرة بين البلدين بما فيها إنشاء خطوط مباشرة، خطوط طيران مباشرة بين البلدين، وأنها سيتم تكثيفها مستقبلا. أثناء هذا الحديث الشقيق المثمر مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية أعربت لفخامته بأن البوسنة والهرسك تود بكل إخلاص أن يتم إحلال السلام في أسرع وقت في غزة ويتم وقف الحرب وحماية المدنيين. وأريد أن أعرب هنا عن موقف البوسنة والهرسك أن الحل الوحيد العادل هو إنشاء دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل، دولة فلسطين بكامل السيادة. فنحن دائما في الساحة الدولية السياسية ننتهج سياسة متزنة ومضطردة. نحن دولة صغيرة لكننا دولة دائما نعرب عن طابعنا وعزتنا والالتزام بالمبادئ في المحافل الدولية من فيما يتعلق بالقضايا الدولية. فيا فخامة الرئيس أشكركم مرة أخرى على هذه الاستضافة الضيافة الطيبة. فنحن نعود إلى بلدنا ونحن نحمل القناعة بأنكم أصدقائنا الأعزاء، ونتطلع ونتمنى أن تكون العلاقات أكثر استقرارا مستقبلا.